شغالين هناخد من حاجه الحته اللي ايه ما فهمناهاش المره اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت ان اليوان نتورك تقدر تعمل اي حاجه اي واحد لان الدنيا الفانكشن بتاعت الكمبيوتر ساينس هي عباره عن مجموعه من الان والنوت والروم على المجموعة من الآن والنوت والأور بغض النظر عن الشكل اللي شرحته وما كانش مفهوم قوي بالنسبة لكم لكن احنا نقدر نعمل أي بنيان أي بنيان فانكشن ومجموعة من الآن والنوت والأور فقط وبالتالي بدل ما نعمل آن والنوت والأور نقدر نعمل أي بنيان فانكشن وكمان خدنا إن احنا نقدر نعمل أي كلاسيفيكيشن بابل لا احنا ما خدناش كده احنا خدنا إن احنا نكلاسيفاي لينيا زي لوجيستيك هناخد حالي ازاي تبقى اكتر من باوند طيب وكمان تقدر تشتغل على انها كونتينوس فاليو فانكشن احنا ما خدناش كده خدنا ساعد ربنا بنتكلم على الادمشن وبديكوا الويت وبتقولوا 2 اكس زائد 12 يبقى الويت 14 يبقى الراجل ده السكور بتاعه يبقى 18 بعد كده بتدخله على ديريشنال فانكشن تخليها يس يا نو او يا واحد يا زيرو لكن خدنا يعني اي ستراكشر سواء كان بولي او كاسكيشن دي 1 ارقام او فاليو فانكشن كونتينوس تقدر تشتغل عليها ارتفيشن نيورال نتورك او اي فانكشن ما دام ليها فانكشن اقدر امثله على ارتفيشن نيورال نتورك او مالتي لير ريسبتور طب تمام نراجع سريعا قلنا الريسبتور هو عباره عن لوجيستيك ريجريشن لوجيستيك ريجريشن بتاعنا عباره عن مجموعه من المدخلات الانبوت بيكون عليها اكس وعندي الويتس وقلنا الويتس دي هي اللي فيها الشغل كله ولكن كنا بنستعين بالجيديان ديسنت اللي هنشوفه بالتفصيل اكتر النهارده علشان نطلع الشغل بتاع الويتس بتاعنا وبعدين الكلام ده بيخش على دايره على فانكشن بحكم بتجمعهم وبدخل معاها البايرس وقلنا ليه البايرس فاكرين ليه البايرس؟ عشان لو عشان عند الاوريجين فاقدر في حريه عشان انا اطلع بالظبط لان لو اشتغلت على بلس بس بدون بايس يبقى هشتغل هفصل دايما وهعدي دايما من الصفر ويبقى كده انا بمثل لينير فانكشن لينير فانكشن اللي بتفصل من عند الصفر لكن انا عشان اشتغل افاين فانكشن افاين فانكشن يعني فانكشن وفي بايس اقدر اطلع وانزل بي فوق افصل فوق او تحت الخط يبقى محتاجه ان انا اخد البايس وقلنا ان بعض التمثيلات اللي هنشوفها بتعمل كده بتعتبر البايس واحد من الانبوت يعني بتستغنى عن البايس ده خالص تستغنى عن البايس ده خالص وتعتبر واحد من الانبوت او سوميه وبتعتبر واحد من الانبوت بياخد ويت زيهم وقيمته ايه واحد وبالتالي مفيش بايس ازاي يعني ده بتبقى زائد 18 ماشي حط الويت 18 والقيمه بتاعتك واحد مفيهاش مشكله ماشي دي بعض التفصيلات ووقفنا كمان وقلنا ان الفانكشن دي اللي احنا درسناها لغايه الان كانت السيجمويد زي اللوجيستيك ريجريشن ولكن في مجموعه من الاكتيفيشن فانكشن لو فهمنا الباك بروجيشن في المحاضره الجايه هيبقى الجزء اللي بعديها على طول الاكتيفيشن فانكشن في مجموعه من الاكتيفيشن فانكشن اشهر الاكتيفاير او ريلو ودي من اشهر الاكتيفيشن فانكشن وهنتعرف على عيوب ومميزات كل واحده يمكن لما نشوف ريلو هنلاقي عيوبها فين ومشاكلها فين طيب حلو تمام احنا اتكلمنا كمان على حاجه نبص عليها ماشي اتكلمنا على حاجه قلنا ان احنا محتاجين نعمل اكتر من لير محتاجين نبقى مالتي لاير ريسبتور حلو هنتعرف على الاركتكشر هو اللي هيفضل معانا في لغايه فتره طويله قوي في الكورس اللي قرب اخو حاجه اسمها الفيد فورورد نيورال نتورك نتفق بس لو احنا نتفق وبعدين نتكلم فيد فورورد نيورال نتورك عباره عن مجموعه من اللاير اللي في النص دول بيقولوا عليهم بلاد اللاير هنشوف يعملوا ايه بالظبط بس خلينا نتفق ما فيهاش لوبس ما ينفعش ارجع بلوب ايه تاني وما فيهاش اسهم عكسيه تمام ده بنسميها فورورد نيورال نتورك تمام طيب الهدف بتاعنا من كل الفيد فورورد نيورال نتورك من كل النتورك اللي احنا شغالين فيها ان احنا نعمل استيميشن للويت انا لو عندي ويت خلاص هطبق الشغل بتاعي عادي انا عايز الويت طيب فالفانكشن بتاعتي الهدف بتاعي واي هطبق في اف اوف اكس
واهم حاجه عندي البامتر بتاعتي اللي هي الويد. ماشي. سمحت يا دكتور مش الاكس دي هي اللي الفيتشرز بتاعتي؟ حاجه ثابته. طبعا. انا اللي يفرق معايا الويد، ليه انا حاطط الاكس؟ لانها بامتر في اللي داخل لي الاكس، هي كمان عامل مؤثر من غير اللي فيه من غير فيتشر مفيش شغل. حسب كل ديتا تدخلها تختلف، واحنا بنحل دلوقتي هنشوف. طيب ماشي. فقلنا المثال ده كان موجود في المحاضره اللي فاتت زي ما هو كده، وقلنا ان الفصل من خلال فصل من خلال خط مش هينفع. لو عديت خط كده هلاقي نفسي الدنيا مش ماشيه معايا. انا اما محتاجه ضيق، وده اللي هو بولونومير ريجريشن، او محتاجه خطين. بص، خط قطع عادي يفصل من فوق، والخط الثاني هيبقى ايه؟ مالي. يعني انا محتاجه تو فانكشن مش واحده. واحده تبقى في الخط ده، وواحده في الخط ده، وفي الاخر اعمل بينهم ان. ماشي، نشتغل ونفهم. ده شكله احنا اتفقنا انه لو الداتا بتاعتي اهو، ده لو سنجل ليا بريسبتور مش هعرف اشتغل عليه. كان السنجل ليا بريسبتور هيعمل ايه؟ هو لينير، يعني مش هيعرف يجيب الشكل كله، هيفصل بخط في اي اتجاه بس خط واحد. يبقى احنا محتاجين ايه؟ كذا ليه. تعال نشوف هنعملها ازاي. اول ليه هشتغل عليه هعمل نسبه بالمنظر ده، هيخش عندي فيتشر اكس 1 اكس 2، وبعدين طبعا نتورك على مين الدايركشن، وفي الاخر خالص اخش عندي البايس واطلع الخط. تعالوا كده نشوف. قلت يا هتشتغلي على اي خط من الخطوط، وليكن الخط ده مش متهيألي كان الخط اللي هناك بس ماشي، وليكن الخط ده، وتعالوا نشوف هيشتغل الخط بتاعي ازاي. لو افترضنا ان انا ادور على النقطة هنا هتبقى عند واحد، حلو، هتبقى عند واحد وماينس واحد، صح؟ النقطة اللي مشاع عليها دي عند واحد وايه؟ ماينس واحد. لو دخلتها على الداتا بتاعتي، ادي واحد وادي ماينس واحد، ماشي؟ ده الاكس 1، واحد في ماينس واحد تطلع ايه؟ ماينس واحد، وماينس واحد في واحد تطلع ماينس واحد، ويخش عليها يبقى الناتج هنا ماينس واحد، ماينس واحد يبقى الركن ده من الايه؟ من الكلاسيفاير. طيب ماشي. ماشي خلاص فهمنا. طيب لو حصل ودخلت نقطة أخرى، النقطة دي داخل داخل المجال بتاعي، يعني مثلا صفر وصفر داخل الخط، هيخش هنا صفر، يخش هنا صفر، والنتيجة هنا تبقى صفر وصفر، ويخش واحد يبقى واحد، يبقى داخل الخط اللي أنا إيه؟ فصلته. حلو، تمام. يبقى النقطة دي بتمثل ايه؟ الفيتشر بتاعتي اللي داخله عباره عن اكس 1 واكس 2 وهي وحيد المصفار في هذا المثال. هل النقطه دي بتمثل الفيتشر؟ بتمثل التريننج؟ ده عمليه سميشن محدود. بتمثل فانكشن، من الفانكشن اللي احنا شغالين عليها وحده، لما بدخل عليها بتمثل فاصل. رو؟ وبالتالي في الداتا اللي اتعلمت منها الويتس اللي اداني الويتس ده كتير قوي. ومش عمود، امال ايه؟ بعد ما دخلت زي ما انت بتبص، خلينا نجيب السكه كلها من الاول يمكن تبقى اسهل. اول حاجه بيحصل بتديني، احنا برضه هنشوفها بعد كده بس ايه؟ ما دام جينا ليه؟ اول حاجه بتحصل بتديني وانت داخل مجموعه تريننج سامبل اشتغل عليها. حلو؟ تريننج سامبل دي من خلال الجريديان ديسنت ببتدي اطلع منها ويتس. ماشي؟ حلو، تمام؟ الويتس دي بستخدمها عشان ابني نيورال نتورك، عشان اعمل هنا، عشان اقول الخط زي ما هو كاتب الخط ده كام؟ ماينس اكس 1 زائد اكس 2 زائد 1. يبقى انت تاخد التريننج بتاعك زي ما هنشوف دلوقتي حالا بنحل مثال. ناخد التريننج بتاعنا ندخله على الداتا بتاعتي يطلع لي ايه؟ ويت. يعني انا بطلع ايه؟ ويت. حلو؟ ماشي. ده الويت. ب
بتاع اللي بيمثل تو فيتشر اللي داخلين، والنون دي مسؤوله عن الفصل ده. ماشي؟ يعني انا لو بشتغل مالتي لير ريسبتور وبتكلم عن الادميشن بتاع ستودنت بتاعي، حلو؟ الادميشن بتاع ستودنت بتاعي بيبقى متوقف على حاجتين، على قيمه التست وقيمه الامتحان الانجليزي اللي دخله، التست سكور بتاعه والامتحان الانجليزي. هيبقى النوت دي مش مسؤوله عن فيتشر معينه، لا دي هتيجي تقول لك ايه؟ 2 في قيمه التست سكور العاديه بتاعت الثانويه العامه، زائد 5 في قيمه التست سكور بتاع الانجليزي. يعني دي بتمثل فانكشن. مين جبناها منين؟ الويت بتاعتها جبناها من التريننج. مسؤوله عن فيتشر؟ لا، هي مسؤوله عن مش واحد تو فيتشر بالويت بتاعها. هي فيتشر فعلا بس مش واحد، مع ملحوظه ان انا قد احتاج استخدم فيتشر في اكتر من واحده كمان. دي بتمثل تو فيتشر فقط لا غير، وهم داخلين لها اللي انا داخله بيها. ماشي؟ والبدايه هي الفانكشن بتاعتي اللي بعد ما خدت منها البوكس. تمام؟ يعني النود الواحده بتساوي كيرف جوه ال بالظبط. النود الواحده عباره عن كيرف، او خلينا بقى نشتغل لاين جوه المود. تمام؟ طيب بس اللي انت عملتيه ده انا موافق عليه 100% وخلاص، بس اللي انت عملتيه ده عامل سيبريتور بين المنطقه دي والمنطقه ايه؟ دي. وده ما يلزمنيش بصراحه، انا عايز الحته الصفراء اللي ايه؟ اللي فوق. طيب يبقى نبتدي عايزين نعمل سيبريتور اخر. طيب السيبريتور الثاني ده اهو يبقى لوحده خالص، ودي لو شايفين دي ويتس مختلفه، واحد بواحد كان هنا ماينس واحد بواحد. مين بيدينا الويتس دي؟ الفيديو سيل. حلو؟ زي ما اتفقنا واحنا شغالين هناخد نقطه صفر وصفر. لو خدنا النقطه صفر وصفر، صفر في واحد بصفر، صفر في واحد زائد واحد يبقى النتيجه ايه؟ واحد. حلو تمام. يبقى النقطه دي في بلس واحد. ماشي، دي تبع البلس واحد في الخط الاصفر. لو خدنا نقطه اخرى خارج البلس، يعني خدنا مثلا ماينس واحد وماينس واحد، النقطه دي اللي بره دي، فماينس واحد وماينس واحد هنا هيطلع هنا ماينس واحد، يطلع هنا ماينس واحد زائد واحد يبقى النتيجه ايه؟ ماينس واحد. يبقى انا بشاور على بلس ايه؟ زين. يبقى كل ما عملته النيورال نتورك اللي قدامي انها الريسبتور ده كل اللي عمله انه فصل خط كده بين الداتا وايه وبعضها. ماشي؟ تاني بعرف ازاي انفصل؟ بعوض النتيجه، النتيجه بتاعتي لو طلعت واحد او فوق صفر، صفر او اكتر يبقى ده بلس واحد، اقل من الصفر يبقى بلس ماينس واحد، وكده عمل لي فاصل. حلو جميل. طيب يبقى انا محتاج مش بريسبتور واحد، محتاج كام بريسبتور؟ أربعة. أربعة، والأخراني اللي هيعمل كلهم أندنج أو بورينج أو الشغل بتاعي. يعني أنت مش محتاجة واحد؟ لا. طيب ثانية واحدة علشان نرجع نفهم حاجة تانية. إن كل واحدة من دول بتمثل فيتشر؟ لا، ده أنا عندي اتنين فيتشر، إكس واحد وإيه؟ يعني نكون سيبريتور، نكون سيبريتور علاقات بين الفيتشر بتساعدني في التحليل، هي علاقات فقط ويتس بين الفيتشر. يعني زي ما هو واحد الريسبتور ده مسؤول عن الخط ده، يعني ممكن اثنين فيتشر ب 17 ريسبتور علاقات مختلفه عشان احد المنطقه اللي انا شغال فيها. طيب جميل، فهمت. يبقى انا عندي الداتا بتاعتي زي ما انتم شايفين هنا في لاير بنسميها انبوت لاير، وما بنديهاش رقم او بيقولوا لها عايزين. عندي كمان لاير ثانيه ممكن يكون واحده او اثنين فوق بعض، دي بتسميها هيد لاير ودي بتبقى لاير 1، وبعدين في عندي الاوتبوت ايه؟ تي. حلو تمام. واللاير الثانيه امتى يكبر كذا لاير مع بعض؟ بص، المفروض ان قوه المالتي لاير ريسبتور او النيورال نتورك ان يكون اكتر من لاير. كم لاير؟ كم نيورون؟ اعملهم جوا بعض ازاي؟ ده بارامترز بنحاول نترين ونجايد نفسنا في الشغل فيه. طبعا القاعدة المعروفة إن كل ما زودت الدبس كل ما اديتها قدرات أعلى. فأي نيورال نتورك لو عندك فانكشن تقدر تمثلها، ولكن اديها الدبس اللي هي عايزاه. تمام؟ هنجرب الكلام ده وهنتكلم عليه ونشتغل. يعني ما
ما زي الديبسيس هنشوف سبريتور على البيت عدد السبريتور يزيد طبعا مش لحظه هو سبريتور هو الريسبتور نفسه ده كده سبريتور لكن اللاير هي الدبس دبس النمبر اوف لاير هو يفضل ايه كل ما بنزود الدبس بتاعي كل ما بقدر احدد الشكل اكتر اوكي بس الدبس ده النمبر اوف لايرز وهناخد مش النمبر اوف الريسبتور اللي هو بصوا مش هورزونتال انا بحب ايه واحنا شغالين التفر بس واحنا اتفقنا بدري شويه يعني ايه دبس يعني زي ما انتم شايفين كده عدد الليفل او اللاير يعني ايه لاير هنشوف دلوقتي حالا يعني ايه ماشي بس احنا خلينا نتفق ان لا الحته اللي انا يعني ايه تايهه منكم فيها او انتوا تايهين مني فيها ان النود دي لا تمثل تريننج سنتر ولا تمثل فيتشر من فيتشر ده الاول اي نود فيهم لا تمثل تريننج سنتر لكن بتمثل عدد يعني واحد اكس تقريبا اثنين اكس تقريبا ثلاثة اكس تقريبا طب وريني كده مثال النمبر اوف بيرسبترونز يزيد مع تعقيد الشكل بس انا عايز احط الاستراتيجي فيتشر يعني لما مثلا ادي مثلا الفيتشر الاولاني او الانبوت الاولاني كذا مع كذا هيطلع حاجه كذا ثاني انا مش عارفه كذا ايه بس هو في دم وخدت الفيتشر الاولاني تربيع مع الفيتشر الثاني وحطيت النتائج وهكذا طيب فهميني بقى ايه اللي بيحصل ده اللي بيحصل على الثاني بصوا كده هي مجموعه فانكشن زيرو زيرو انا هختاره لانه سهل في التعويض بس لكن انت ممكن تختاروا اي حاجه عايزاها هاخد الزيرو زيرو هيخش على انهي بريسبتور من دول كلهم لان ده في فورورد نيو نتورك كوني كده طيب تعالوا نشوف هل القيمه هتبقى كام ابقى وراهم صفر وصفر مع ماينس واحد وواحد تبقى النتيجه كام صفر زائد البايس اللي هو واحد تبقى النتيجه واحد تمام هنخش نطبق على الرول الثانيه صفر وصفر عملت ايه ضربت زيرو في ماينس واحد وزيرو في ماينس واحد بقت زيرو زائد واحد بقت ايه واحد ونخش على الميتود الثانيه واحد لو انتوا اتاكدتوا خلاص مش هعدي واحد زيرو واحد كلهم هيبقوا واحد ماشي ما عنديش ادوات وبعدين الاربع وحايد دول هيخشوا على الاخير على النود الايه الاخير بصوا كده واحد واحد في واحد بواحد وهنا زائد واحد زي باربعة واحد هيطلع منهم النتيجة كام؟ أربعة أربعة ده موجب ولا سالب؟ موجب يبقى ده جوه الشكل طب وريني واحد بقى الشكل كده شوف في بايس فوق خالص نيجاتيف فور يعني لو طلع فور لسه هنطلع منها أربعة أيوه بالظبط ده كنا هنتكلم عليه وهيطلع مني زيرو ويبقى برضه جوه الشكل ماشي؟ صح طيب تعالوا كده وريني واحد بقى الشكل ناخد واحد بقى الشكل اتاكد بس ماينس واحد وماينس واحد بقى الشكل المفروض دول يطلعوا بدل واحد يطلعوا ايه؟ بدل زيرو يطلعوا ارقام سالبه طيب تعالوا نعد كده سوا استخدموني كده ماينس واحد في ماينس واحد ماينس واحد واحد زيرو والنتيجه هنا ايه؟ واحد ازاي النتيجه هنا واحد؟ البريسبتور ده اللي انا جربته اللي هو واحد ماينس واحد هو المسؤول عن الجنب ده وهنا ماينس واحد وماينس واحد خضع انا بتكلم على البريسبتور ده دي بالنسبه له كلاس واحد ولا كلاس زيرو؟ كلاس زيرو فاكرين؟ كلاس زيرو كلاس زيرو ولا كلاس واحد؟ زيرو هنا بصوا كده بالنسبه له الفاصل فين؟ هناك يعني ماينس واحد واحد تبعه ولا مش تبعه؟ تبعه يعني لازم تطلع ايه؟ واحد طيب تمام دي هتطلع كام؟ واحد وواحد اثنين واحد وواحد زائد واحد ثلاثة حلو دي تبع انهي بيرسبتور؟ البيرسبتور اللي عليه ماينس واحد وايه؟ ماينس واحد فين ده؟ ده صح؟ المنطقة دي في الياس بتاعه ولا في النون؟ في الياس في الياس بصوا كده في الرسمة أنا عارفة إن المفروض أبقى محددها تمام الياس فطبيعي إنه يطلع إيه؟ حلو يلا نكمل الباقي ماينس واحد وواحد ما كنتش عميت في الياس ما هو
اي رقم فوق الزيرو او زيرو يبقى معايا في الكلاس بتاعي واحد، كلاس واحد. اي رقم اقل يبقى بدل ايه كلاس، مش هو هسيبهم اتنين؟ فانا بقول عليه يس كلاس. اوكي كلاس دي يس كلاس لان انا عايزه الشكل ده. طيب تعالوا نكمل اللي بعديها، ماينس واحد وماينس واحد هتطلع ماينس اتنين يبقى هنا يطلع ايه ماينس واحد. ومش هشرح دي معناها ان بره هي اللي هو كونسيرن بيها تمام، وهنا ماينس واحد وماينس واحد هتبقى واحد وماينس واحد يبقى النتيجه بتاعتي ايه؟ واحد. انا حاسبه غلط، واحد وماينس واحد وواحد والواحد والواحد يبقى تطلع واحد، ماينس واحد تبقى واحد، ماينس واحد بزيرو صح، وواحد تبقى واحد. طيب حلو قوي، وده طبيعي مش طبيعي لان كل التريسبتور النقطه دي بالنسبه لها في القياس معادة بريسبتور ان ايه؟ ده دي مش طبيعي. بصوا كده النقطة ماينس واحد وواحد، النقطة دي اللي أنا بتكلم فيها كل بريسبتور هو تبع معادة بريسبتور، يعني طلعوا لي بريسبتور مش طبعا. لكن بقيت النقطة ده. طيب حلوة ماشي. طيب أنا مش عارفة عايزة أمسح بس حاجات بسيطة ونكمل شغلنا عادي. طيب كده بقى عندي واحد وتلاتة وماينس واحد وواحد. كده دول كام؟ أربعة. ناقص أربعة يبقى النتيجة بتاعتي إيه؟ زيرو. واحد وتلاتة أربعة، أربعة وصفر، أربعة أربعة ناقص أربعة دي، لا النتيجة لازم تطلع أقل من زيرو عشان يبقى بره. إحنا عاملين خطأ. أو النتيجة الأولانية تطلع واحد عشان نبقى عاملين خطوة صح. ها؟ تعالوا نرجع تاني. ماشي. ناقص واحد وواحد. ماينس واحد وماينس واحد يبقى ماينس واحد وماينس واحد. واحد والتانية آخر واحدة زي بعض. طيب والتانية تلاتة صح دي؟ النقطة بتاعت ماينس واحد وماينس واحد هنا يعني خارج، يعني لازم تطلع قيمة مش زيرو. هو المفروض تالت واحدة دي تطلع واحدة. تالت واحدة فين؟ لا لا صح صح مظبوط ماينس واحد. طيب ودي واحد؟ طيب يبقى في عندنا أفضل حاجة ماينس واحد ماينس واحد دي ماينس واحد ماينس واحد ماينس واحد واحد أدي اتنين فواحد تبقى تلاتة. واحد وتلاتة أنا مدخل عليهم. طيب وأنا خدت الوين صح واحد تلاتة. ثاني واحده، ثالث واحده، واحد بس سالب واحد. لا سالب واحد عشان سالب اتنين زائد واحد. واحد وسالب واحد، واحد وسالب واحد وسالب واحد. طيب يعني بغض النظر هقعد فوق كده امسكها بورقه وقلم واحدها، المفروض ان الرقم بتاع حاجه بره بسيبته هيطلع اي رقم اقل من الايه؟ يعني كسر النص مثلا. مثلا او اي حاجه اقل من الزيرو. خلاص؟ اي رقم اقل من الزيرو المفروض الجزء ده. هراجع كده واشوف هي ليه ما طلعتش ماينس واحد اهي. ادي ماينس واحد وانا ماينس واحد بره هراجع عليها وابص فيها، فالمفروض تبقى اقل من الزيرو. ماشي حلو ماشي. يبقى احنا كده عرفنا كل نود في الريسبتور بتمثل رول. الرول عباره عن مجموعه فانكشن دخل واحد في بعض، يعني النود دي ماشي. يعني النوب دي بتمثل سيبريتور او بتمثل فانكشن ماينس اكس واحد زائد اكس اتنين صح؟ والنوب دي بتمثل سيبريتور عباره عن ماينس اكس وايه؟ ماينس ماينس اكس واحد وماينس اكس اتنين. والنوب دي عباره عن مجموعه اللي ايه؟ فانكشن بتاعتها. طيب يبقى الفيتشر بيمثل دايره من دول؟ لا، اكتر من فيتشر بيخشوا على نفس الدايره زي ما قلنا فيتشر بتمثل السبريت. والمفروض ان يعني في العدد الكبير قوي عدد الفيتشر دي بيكون كتير قوي. يعني مثلا لو بنتكلم على ديجيتال كاركتر ريكوجنيشن، الريكوجنيشن بتاع الحروف اللي بخط اليد ده، شيكات دلوقتي في مصر تقدر تخش عند البنك تصرف شيك عند المكنه بتعمل ايه؟ بتقرا الارقام بتاعتك. المفروض ان في كمان عندنا زيب كود ريدر في مكاتب البوسطه يقرا الكود بتاع بس ده نفس الفكره. المفروض ان الرقايه الالكترونيه، المفروض ان عدد الفيتشر ساعتها لو انا بتكلم على صوره صغننه جدا جدا جدا
9 مثلا صور جواها 9 المفروض ان العدد بتاعي او عدد الصور صغيره كده هنلاقي الفيتشر كتير جدا 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 عدد البكسل عدد البكسل اللي جوه الفيتشر مش بس البكسل ده البكسل اللي جواها ايه 3 RGB لو ملونه فتعتبر هتلاقي ان عشان يدخل حاجه زي كده يبقى عنده عدد فيتشر كتير وعدد سيكتور كتير كل واحد فيهم مسؤوله عن حته صغيره بس يعني هو هنا وظيفته اول ليفل انه يعمل ريكوجنيشن لللفه دي بعد كم خطوه في سيكتور هيبقى وظيفته انه يعمل ريكوجنيشن للدايره بس احنا ما بنبقاش عارفين حلو الدايره دي معنى كده ان هنا السيكتور اللي هو في النص جوه الهيد لاير اللي هيعمل ريكوجنيشن للدايره هيعدي منه 9 وتعدي منه ايه 8 مش 8 فيها دايره ايه تاني في الارقام في دايره 6 عشان تحت يمكن ما تعديش عايز حاجه فوق في الفيتشر اللي داخله في مكانها طيب وفي بعد كده شويه بقى بعديها بشويه اللي هيفصل بين التسعه وبين الايه التمانية لحد ما يعني انا شايفه انها مفهومه لحد ما يبقى كل برسبتور مسؤول عن علاقه بمجموعه من الفيتشر ودي انا هطلع احلها فوق ماشي طيب حلوه ده اللي اتفقنا عليه وقلنا ان المشكله عندي دلوقتي مش في تطبيق برسبتور المشكله عندي في البارامترز بتاعت الويت الكلام ده مراجع اللي فات كله وفي البارامتر بتاعت الويت ماشي طيب قلنا ان احنا عندنا دالتين واحده بتمثل البريدكشن وواحده بتمثل الاكشن والمفروض ان انا عشان اطلع الارض او اظبط الويت ان انا احدد الشير ريجن دي هي بالنسبه لي منطقه الارض وقلنا المفروض ان انا لو مهتم بمنطقه الارض دي كلها المفروض ان منطقه الارض بتاعتي ابقى عامل تكامل للمنطقه دي ولكن انا عندي مشكله الجي الاكتوال مش موجود ما انا لو عندي الاكتوال محتاجاكوا في ايه مش محتاجاك مش عندي كل يوم وتخش والاوتبوت بتاعك خلاص فما عنديش الاكتوال فانا هعمل ايه هاخد سامبل وبناء على السامبل اللي انا شغال عليها دي اتمنى وده مش اكيد اتمنى ان الشغل بتاعي زي ما هو كاتب كده في المحاضرات ان السامبل بتاعي اللي انا باخده يطلب يكون نفس النتيجة بتاعت الاوتبوت فانكشن بتاعي هو خد سامبل من الداتا هنا وكل امله ان السامبل يساعد وبالتالي الايرور فانكشن بتاعتي هتبقى عبارة عن الفانكشن بتاعتي بتاعت الاكس والدبليو والاوتبوت الفعلي والمقارنة بينهم وهمنا ان احنا ننزل الايرور ده بيقولوا عليه امبيريكال ايرور لانه جاي من سامبل وانه جاي بناء على التجربة واختلف من حاجة لحاجة طيب ماشي زي ما انتم شايفين زي ما مكتوب في السلايد يعني بتاعتي مكتوب اللينك تحتها يتمنى ان التست فانكشن تخضع لنفس الرول اللي هيتعلم فيها دلوقتي طيب ماشي خلاص اتفقنا الحدوته بقى الحدوته قبل ما نشتغل عايزين قبل ما نكمل عايزين نتعرف على الريديان ديسنت زي ما شفنا المره اللي فاتت الريديان ديسنت المره اللي فاتت خدناه وطبقناه يعني رياضيا طيب قبل ما نخش في المالتي لاير فاسيبتوم ومشاكله. انت مهتمه قوي ليه بالريديان ديسنت؟ الريديان ديسنت بتاع لوجيستيك ريديشن وانا مش هدرس لوجيستيك ريديشن. احنا علشان ندرس الباك ريديشن اللي هو الالجوريزم القرن اللي بيعمل شغل في النيورال نتورك، النيورال نتورك جت عليها فتره من الوقت ماتت. الفكره قديمه، الفكره من زمان قوي. ولكن جت عليها فتره من الوقت من اولا لضعف الكابابيلتي بتاع الكمبيوتر، ثانيا ما كانش في فكره ان احنا بنشغل الويت دي يحصل لها ديكي يعني المهم ان فكره الباك بروجيشن لما اتقدمت ربنا متقدمه من اكتر من شخص من اكتر من وقت لما نبص على التاريخ بتاعها كده في السلايد واحنا بنتكلم لكن هو الالجوريزم اللي بيدار المونتي لاير ديسيرت ومطلع كل الويتس اللي فيها الالجوريزم ده عباره عن حاجتين عن حاجه في الكمبيوتر ساينس اسمها دايناميك بروجرامينج والجريديان ديسنت فاحنا لازم نفهم الجريديان ديسنت كويس قوي طيب وظيفه الجريديان ديسنت انا لما بيجي نشرح حاجه للطالب علشان ما بقاش بضحك عليه فلما باجي اشرح له حاجه بعمل حاجه من اثنين يا كودها ما هو لو كودها هيفهمها كويس قوي بديله مثال لحاجه ما هو كده هيبقى في الهواء الكلام كله جريديان ديسنت يا
يديني مثال حلو. هل هو أوفلاين؟ هل هو أوفلاين؟ أوفلاين ليه؟ أنا عايز الفايل ضروري. فاكرين الرول بتاع الداتا انديسنت بتقول ايه؟ هي مسؤوله عن تظبيط الويب. قولنا بتقول ايه لغايه ما نفتح؟ لا لازم نفتح. هو العصر ده صح؟ ممكن نطلع نصلي؟ لو دي مش شغاله هيبقى محرمه، ما عنديش تليفون. ممكن نفتح لها هوت سبوت بقى الشاشة. ما فيهاش بلوتوث. هي ما فيهاش. هي ما فيهاش. طيب ما كانش كده احاول اجيبها بالدف من فوق. طيب نرجع تاني الساعة 4 اكون حليت المسألة اللي فيها المشكلة دي واكون نزلت الوقت بتاعي. بدي افتح حتى نشتغل منها. هنحل الدنيا